في ظل تأهل المنتخب المصري الشقيق وحصيلة الفراعنة في هذه المنافسة في دور المجموعات. يحضر معنا للحديث عن ذلك مباشرة من الديار الزامبيا الإطار المصري المقتدر محمد فتحي والمدرب الحالي فريق يوسفية برشيد. كابتن مساء الخير. مساء الخير كابتن. كابتن خلاصاتك التقنية أولا بخصوص مباراة اليوم وانتصار المنتخب السوداني وكذلك الحصيلة التقنية الإجمالية لهذه المجموعة الرابعة. المباراة اليوم كان فيها نواحي إيجابية وبرضو كان فيها نواحي سلبية. الناحية الإيجابية أن المنتخب ربح 1-0، يعني كسبنا 1-0 النهاردة، بس في لسه المشكلة لسه قائمة من وجهة نظري. الخطوط متباعدة في المنتخب المصري، ما فيش جمل هجومية مكررة، وحتى في الثلث الأخير الثلث الهجومي ما فيش المثلثات مش واضحة، وخط المتابعة مش واضح، لأن أنا شايف إن المشكلة الأساسية في منتخب مصر خط الوسط مش قادر يسيطر على المباراة. عشان كده أنا مش شايف إن فيها هجمات خطرة كتير، يعني إحنا ما عملناش مثلا نقول مثلا 10 هجمات وسجلنا هدف منهم، ده إحنا سجلنا الهدف من ضربة ركنية واللي سجله مدافع. المباراة السابقة محمد صلاح سجل هدف، وثلاث مباريات منتخب مصر العظيم سجل هدفين ودخل فيه هدف نيجيريا. يعني بتفق برضو مع صاحب واحد لما قال ان السودان وغينيا بيساو نقطة لكل فريق، ده متفق معاه 100%، يعني مش مستوى. إذن سي محمد فتحي انت غير راضي كما هو شان المجموعة مع الجماهير المصرية على الأداء اللي يقدمه المنتخب المصري بالرغم توفره على أسماء مجربة، نتحدث على الأهلي الزمالك أسماء من خارج أرض الوطن يقوده محمد صلاح. بص يا كابتن عادل، في ثلاث محاور أساسية كل فريق في هذه البطولة بيلعب عليها. نمرة واحد إن هو يلعب كرة هجومية عشان خاطر يربح المباراة. نمرة اثنين يجرب أكبر عدد من اللاعبين على اساس ان موضوع الكوفيد اذا في اصابات كوفيد في المستقبل او في المباريات القادمه. المرحله الثالثه ان هو بيثبت التشكيل بنسبه 50% او 70%، يعني عندك 7 لاعبين اساسيين او 8 لاعبين اساسيين ما بيتغيروش كل مباراه، على الاقل يلعبوا مباراتين. شفنا ده في منتخب نيجيريا، شفنا في منتخب المغرب، شفناه في منتخب الجابون، لكن ما شفناش ده في منتخب مصر. حتى التغييرات ما تقدرش تعمل تغيير في الأداء، يعني احنا شفنا منتخب المغرب تغييرات بتعمل تغيير في النتيجة، يبقى الفريق خسران 1-0 يتعادلوا مرة تانية يتعادل. في نيجيريا نفس الوضع، في الكاميرون نفس الوضع، لكن ده مش منتخب مصر اللي احنا إذا أنت هنا سي فتحي تقصد لمسة المدرب كارلوس كيروش اللي هي غائبة بطبيعة الحال. أنا شايف إن هو كان ممكن في لاعيبة خط وسط في مصر كان المفروض تيجي. من وجهة نظر أنا أفشى لو كان جاب مثلا لاعب خط الوسط بتاع النادي الأهلي أفشى بيقدر يوزع كرة للمهاجمين والخطوط تبقى متقاربه، لكن الخطوط متباعده جدا. لو تتفرج على منتخب مصر خطوطه متباعده، يعني محمد صلاح بيلعب كوره في ال 18 ما فيش متابعه، يعني بصراحه حاجه تحزن نشوف المنتخب المصري بالمستوى الاداء ده. مع احترامي واتمنى يتحسن الاداء مع مرور المباريات.